خلينا يا حتى دكتور معرفة نرجع يعني بس نستثمر الوقت مع حضرتك ونتكلم على مخاطر الحقنة دي. هل فعلا ممكن تؤدي إلى الوفاة؟ هل لها تأثيرات على بعض الناس اللي ممكن تكون مثلا عندهم الكلى معظم تعبانة أو الكبد في مشكلة أو ما شابه؟ تركيبة الحقن ديت هي عبارة عن خليط من مضاد حيوي مع مسكن وكمان كورتيزون، ولو مسكنا كل واحد فيهم هنبص نلاقي انه كل واحد فيهم دول لا يستخدم بالجرعات الكافيه لعلاج اي مشكله صحيه. فاذا كنا بنتكلم على البرد مثلا، فلازم نعرف ان المضادات الحيويه مش المفروض ان احنا نستخدمها في البرد، لانه عاده البرد بيحصل نتيجه فيروسات، والمضادات الحيويه لا تؤثر في الفيروسات عموما. كمان اذا اتكلمنا على المسكنات، فلازم نكون عارفين ان المسكنات اللي بتؤخذ عن طريق الحقن بالوريد ممكن يبقى لها اثار جانبيه شديده، وخاصه في بعض الناس عندهم حساسيه منها ممكن انها تكون قاتله في بعض الاحيان. كمان الكورتيزون لازم نكون عارفين ان الكورتيزون هو مثبط لاعراض كتير، لانه مثبط للمناعه، والاعراض بتاعه البرد معظمها هي نتيجه نشاط مناعي لمقاومه الميكروب. فهنبص نلاقي انه لما بنستخدم الكورتيزون بيقلل الحراره ويقلل الاوجاع الجسميه ويقلل الافرازات المخاطيه اللي بتطلع من الانف والفم، لكن ده في نفس الوقت تقليل لمناعه الجسم. بالظبط، وده طب حضرتك تنصح بايه يا دكتور لو الشخص جاله دور برد عادي؟ لانه يعني الثقافه السائده عندنا ان دور البرد ده ما بنروحش للدكتور عشان نكشف، وانه دور البرد بيروح لوحده. حضرتك تنصح بايه لو الشخص جاله اعراض دور البرد العادي؟ لازم طبعا استشاره الطبيب، لانه احنا ما نقدر يعني لو اتكلمنا على الاعراض المشابهه للبرد فهنلاقي انه ده بيتسبب نتيجه مجموعه من الميكروبات والفيروسات. فهنلاقي انه مثلا في فيروس اسمه ادينو فيروس بيعمل كده، ريسبيراتوري سينسيتي الفيروس بيعمل زي البرد والانفلونزا، الانفلونزا والبرا انفلونزا بيعمل، بعض الادويه ساعات بتعمل اعراض شبه البرد والانفلونزا. علشان كده اللي مش اللي هيكتشف الحكايه دي حد متخصص، يعني مش شرط ابدا انه اي واحد عنده سيلان في الانف ووجع في الجسم وارتفاع في درجه الحراره انه ده يكون بنوع واحد بس من الفيروسات. ده كده ممكن يبقى كورونا يا دكتور، احنا عارفين تكسير الجسم ده بيبقى اعراض الكورونا. برد المروحه دلوقتي لازم نتعامل معاه الاول ان هو كورونا. كل الشكر طبعا يا دكتور. كل هذه ان احنا بنتكلم دلوقتي على كورونا، فلازم نكون عارفين انه كورونا كمان الموجوده والسائده حاليا اللي هي بمتحورات من اوميكرون بتسبب اعراض شبه البرد والانفلونزا. ممكن ده يكون سبب عدوى لو هذا الشخص انطلق في وسط الناس كده بدون حذر، وكمان احنا كمان ما نحذرش منه. فعلينا ان احنا نبقى عارفين كويس مين المصاب وبالتالي نقدر نعالجه بشكل مناسب. كل الشكر للدكتور اشرف عقبه رئيس قسم البطنه والمناعه بجامعه عين شمس. كل هذه المعلومات ومره ثانيه بناكد على حضراتكم بقى بمناسبه ان احنا كنا بنتكلم على ده على موضوع الكورونا، ان دلوقتي احنا في الموجه السادسه، فبالتاكيد بدات في على مستوى العالم في ظهور لحالات، حالات بتبقى خفيفه بشكل دور برد وبيبقى اغلبها في احتقان في الزور، بيبقى في ارتفاع في درجات الحراره. فارجوكم برد المروحه نتعامل معاه ان هو كورونا لغايه ما يثبت العكس. فاللي عنده برد ما ينزلش من بيته ويحاول ان هو يبعد ويعمل حاله عزل، ونرجع مره ثانيه بالتاكيد نلبس بقى الكمامات وناخد بالنا من نفسنا. نروح بقى نطمن على حركه المرور، نشوف النهارده المرور شكله ايه، وخصوصا ان احنا اول يوم في الاسبوع. فبنتكلم النهارده اعتقد ان ممكن يبقى الكثافات اعلى طبعا، وخصوصا اللي ما سافروش كانوا حاسين ان الدنيا لطيفه. مش عايزه اقول لك الناس ما سافرتش كانت مبسوطه جدا جدا. تشوف القاهره كما لم تراها من قبل في أيام الأجازات الرسمية والأعياد. القاهرة جميلة جدا يعني، تبقى ساحرة.